ما جولة بين لوحاته ونتعرف على الأسلوب الفني والمساحة الزمنية بداخله مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية ست ليلى. أهلا وسهلا فيكي. اهلا، مساء الخير. مساء النور ست ليلى. بنحكي شوي عن المعرض، العنوان بشد يمكن فيه معاني كثيره بتوين اكو اند سايلنس. ليش اخترتي؟ شو حابه توصلي من هالمعرض؟ بين الصدى والسكون والسكوت. ايه، المعرض له معنوين، له معنوين. المعرض اول واحد اللي هو نشر الغسيل. وين ما اروح ببيروت انا اشوف في غسيل منشور. فكرت فيها بان غسيل واحد ده ينشر، ده يحكي شيء عن حاله. طيب نشر اخبار فيه، فعملت هالسيري من اللوحات. نعم. عن نشر الغسيل، بس هذا مش المضمون. مضمون المعرض اللي شو ده ينحكى، شو اللي ده ينغسل، شو اللي ده ينحط، شو اللي ده ينشر. حلو. اللي هذا، فهذا هو الموضوع. الموضوع هو اللي أنا دا أسمعه حواليا، اللي نوع من الصدى اللي أنا دا أسمعه، والسكون يجوز، اللي كمان اللي مدين حكى بس دا أسمعه، الجو اللي حواليا، الأوضاع اللي إحنا فيها، فكل هالأشياء هذه دخلت بهاللوحات. حلو. طريقة منشر. أي. يعني شيء غريب، الفكرة غريبة. من هالناحية بس تأثرت ببيروت؟ من هالناحية بس تأثرت ببيروت؟ لا لا لا، أنا صار لي ببيروت من 2006. أول ما رجعت، أول مرة أرجع بلاد عربية من كثير سنين، ما بلا ما أحكي كم سنة، كثير. هذا تجاوبت أجواء بيروت، الحيوية والحياة بالشارع، يعني ألهمت لي يمكن 1000 لوحة. رسمت البياعين، الصيادين، البحر، الجبال، يعني ظليت الحياة، يعني الحياة بشكل والحياة عام. حيوية. هون بطلت أرسم ذكريات عن البلاد العربية. وهي العراق المضبوط، لأن أنا أصلي من العراق. نعم. فجاوبت مع الجو اللي أنا فيه إلى أن وصلت للمنشأ لننشر الغسيل. بس هو يعني من شباكي لما دا أرسم في البناية جنبي دائما في غسيل. هلا يجوز هذا لعب دور، يمكن هيك بتتأثري بالأفكار ست ليلى لكل معرض بدك تقومي فيه أو لترجمي أفكارك أكثر بلوحة؟ أي طبعا، هي اللوحة بالنسبة لي هي تحدد لي أفكاري، لأن أنا بالبداية يكون عندي فد فكرة مثلا، بس لما دا أشتغل على اللوحة شوي شوي تتوضح الفكرة عندي. فلما أعمل كذا لوحة، أنتج كذا لوحة، أصير أعرف شو اللي كان أكثر بعقلي بداخلي، يعني شو اللي كنت أحاول أعبر عنه يصير يتوضح هذاك الوقت. ست ليلى، اليوم الفنان قد ايه بيتأثر كمان بالبيئة اللي عايش فيها، بالوضع اللي عم بيمر فيه، قد ايه بيقدر يترجم كل هالمشاعر والأحاسيس والأفكار من خلال لوحة، من خلال لون؟ قد ايه بتحسي قادرة انه تعبري على كل شيء؟ ممكن فكرة معينة، ممكن شخص تقدر تستوحي منه؟ شوفي، في اشياء واحد يتاثر فيها. يعني مثلا كنت عايشه اول حياتي الفنيه بابو ظبي بالامارات. الالوان الصحراويه، الاشخاص، ملامحهم، هذه كلها تكون طاغيه واثرت على لوحاتي كثير اللي رسمت، هذا اللي حواليا. طبعا هلا في اشياء تصير لا شعوريا، مثلا لما نقلنا على واشنطن دي سي بامريكا، الالوان الخريفيه دخلت باللوحات بدون ما تاثر على الموضوع. الموضوع بل عن البلاد العربيه، الذكريات. هل الفنان بتاثر بالبيئه اللي عايش فيها؟ اي، بس تعرفين غريب بان مرات واحد يرسم الوان البحر وما مفكر بان هو دا يستوحي من البحر، يعني تصير هيك عفويه. حلو. ست ليلى، انت مع انه المتلقي بيفهم اللوحة مثل ما هو بيشوفها من منظاره، ولا منظار الفنان بحد ذاته؟ تعرفي انا اقول عندنا بالعالم العربي النظر البصري ضعيف، عندنا دائما نحب ان حد يقول لنا شو هو بدنا نشوفه. يعني واتصور هذا يرجع للطفولة، يعني باوروبا بامريكا ياخذون اولاد صغار، ياخذوهم على المتاحف يتعلموا يشوفوا يستوعبوا الفن البصري من ما هم صغار.
احنا مع الاسف ما عندنا هالشيء هذا، الشعر عندنا اهم بكثير. ف هلا في ناس، لا مش كل، مش الكل طبعا، بس اجمالا هذا انا ارسم اللي بدي احاول اعبر عليه، بس كثير كثير افرح لما حد ثاني مشاهد يجي ويشوف شيء ثاني اللي انا ما كنت قاصدته، هو شاف هالشيء هذا، يعني انت له اللوحه شيء غير اللي شيء بخصه يمكن، اي يخصه يجوز، او شاف شيء اللي مبطن اللي اكون مبسوطه بان هو شافها بطريقته، هو يشوفها مثل ما يريد. حلو، بدون ما اني افسر له. كم لوحه ضم المعرض؟ كم قصه؟ المعرض فيه 29 لوحه، اكثرهم حجم نوعا ما كبير، يعني كبار. الجاليري ارجوان واسع كبير فيتحمل لوحات. الجو العام بس ندخل على الجاليري، الفكره الطاغيه اكثر بهاللوحات، الطابع خلينا نقول، وين بينقلنا؟ الى شوارع اللوحات بيروت أول او لا؟ اول ما واحد يدخل يشوف في الوان، الوان كثير، انا احب الالوان كثير. واضح اللون الاخضر احلى لون، يعني احب الالوان طول عمري، احب الالوان، ما عدا وقت واحد اللي ما رسمت بالالوان، اللي وقت الاجتياح على العراق. نعم، ذاك الوقت راحت الالوان وطغى الاسود على لوحاتي، بس اجمالا الوان. فاول ما يدخل على الجاليري راح يشوف الوان. هلا اول ما يشوف يمكن يشوف بان شو هالالوان المفرحه واللوحات الفرحه، بس لما يتعمق باللوحات اكثر شوف لا، فيها حزن، فيها موضوع هالفنانه بدها تحاول تعبر عن هالموضوع. حلو. هذا واكثر شيء بالموضوع، الموضوع عندي اللي تاثير الحروب على الامراه العربيه، وبان هالامراه بدها تظل ماشيه بحياتها ومناضله، اكيد ومناضله، وتهتم بهالعائله، تطعم هالاولاد الصغار. ف اكثر شيء اللي تعانيه المراه العربيه. ست ليلى، الحديث معك ممتع جدا، انا انبسطت هلا كان لنا لقاء معك لنسلط الضوء اكثر على المعرض الخاص فيك، مستمر ل 23 اكتوبر مثل ما ذكرنا بجاليري ارجوان. بتمنى لك كل التوفيق حتى للمعارض القادمه اذا الله راد، وحتى اللوحات اللي بترجم كل شيء انت حاسستيه وشايفتيه. اهلا وسهلا فيك ست ليلى. شكرا، اشكرك، شكر كبير لحضورك معنا. رح نتوقف دقيقه قليله مع الاعلان، وبعد الفاصل الى عالم التجميل مع كارول زندوق.